هذا مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهار مليء بالمفاجآت الساره، النهار على بدايته وبدايته اليوم طيبه للغايه باعتبار قلنا فما امطار في تونس الكبرى. نعطيكم بعض الاحداث المنتظره بالنسبه لليوم ونبداو من السونيت اللي اعلام باشغال صيانه لاصلاح عطب طارئ على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1600 مليمتر المزودة للضاحية الجنوبية للعاصمة. برمجة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغالا لإصلاح عطب ترى على القناة الرئيسية قطر 1600 متر لجلب المياه من مركب المعالجة. مش نحي شوية البافيت مدامني وحدي، تعرفوا علاش؟ لأنه فما شوية مشكلة متاع التنفس، هتخل نحي شوية البافيت و لجلب المياه من مركب المعالجة بغدير القلة هذايا نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى موقع أشغال مشروع السكة الحديدية السريعة أرافير قرب مفترق بندحة المخرج الغربي للعاصمة. ويتطلب إنجاز الأشغال إيقاف القناة المذكورة مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من منتصف النهار من هذا اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 بالمناطق التالية: المناطق العليا بمون فلوري، الوردية 5، حي النور، حي ابن سينا، المروج 2، جبل جلود وسيدي فتح الله من ولاية تونس، كل معتمديات ولاية بن عروس دون استثناء، حي سلطان في مدينة سليمان وفندق جديد من ولاية نابل، جبل الوسط من ولاية زغوان. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا نهار الخميس 28 جانفي 2021 بداية من الساعة منتصف النهار، كما تجدر الإشارة أن الأشغال باش تتواصل دون انقطاع ليلا ونهارا على مدار الساعة خلال مدة التدخل. ثلاثة أيام، ثلاثة الأربعة والخميس انطلاقا من نصف النهار تدريجيا يرجع الماء. باهي قل لك لا مش ثلاثة أيام، 48 ساعة كيف يحسبوهم من منتصف النهار لمنتصف النهار، لكن تدريجيا عادة وإحنا متعودين وملقحين ضد هذا راه ما ترجعش بداية من منتصف النهار، خاصة البناء العمودي كي يسكنوا الفوق حط لهم لليل معناها متاع نهار الخميس الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. وهذا معقول؟ السوناد ولات انقطاع الماء أكثر من توزيع الماء، شركة مختصة في توزيع المياه وشركة عمومية في المدة الأخيرة ولا اختصاصها بلغت قطع المياه. كان ترجعوا الباج متاحة تتقاو في كل أسبوع تقريبا أو نكونوا موضوعين مرة في 15 يوم فما بلاغ على انقطاع في المياه، والانقطاعات ما عادش متاع شطير نهار ونهاير، لا لا بثلاثة أيام أقل تقدير بالنهارين، فما بالشهر شهر كامل كالولايات الخمسة من صفاق صغيرها وصلوا إلى اضطراب في توزيع المياه على امتداد شهر من زمان. هل هذا معقول؟ نرجعوش لك السيد اللي قال لنا حمدو ربي كيف تحلوا السبالة يهبط الماء وتنزلوا على الفلسة يشعل الضوء، وصلنا للدرجة هذه معناها؟ ووزارة الفلاحة والسونات مواصلين يقول لك لا مش مشكلتنا، هذه أشغال خارجة عن نطاقنا وإحنا بينا حرفاء عند مزود المياه ديوان المياه ولا شنو هذي، شنو أنت ببيدك حريف عند هؤلاء دي تفرض. وحتى كان فما أشغال متاع جهر السدود وغيرها تبرمجوا باش ما تعملش اضطرابات كبرى على توزيع المياه وتبرمج فتوى وقت كورونا، هل هذا معقول؟ ونقولوا للعباد اغسلوا ايديكم بالماء والصابون وكذا واستحفظوا دوشوا، امر غريب نعيشوا فيه في الايامات هذيا. مانيش عارف هل السيده وزيره الفلاحه شاده وزارتها وشاده سونادها والا لا، لان سوناد راهي تتبع وزاره الفلاحه، علامه استفهام تطرح من طرف المواطن التونسي. والفاتوره وصلت حقها، انا البارح شفت الفاتوره متاع السوناد وصلت، اليوم نمشي نخلصها وعندي انقطاع في الماء الى حدودنا الخميس، معناها باش نخلص الانقطاع في الماء. نذكر ايضا اليوم جلسه عامه في مجلس نواب الشعب
تنطلق بكلمة السيد رئيس مجلس النواب الشعب بعد كلمة رئيس الحكومة اللي باش يقدم التحوير الوزاري وعلاش قام بهذا التحوير. ثم فما نقاش من طرف النواب والتصويت يكون على كل وزير بمفرده، كل وزير يصوتوا له النواب. مبدئيا الحديث في الكواليس كونه وقعت التحالفات موجودة وباش تمر هذه هي الحكومة دون إطاحة بأي وزير، هذا اللي يتحدثوا عليه. لكن المفاجآت نجم تصير في آخر لحظة، وهل فما مفاجآت تصير في مجلس نواب الشعب ولا لا؟ نتابعوا اليوم مع بعضنا الجلسة العامة لمنح الثقة للتحوير الوزاري لحكومة هشام المشيشي اللي تكون انطلاقا من التاسعة صباحا تحت قبة البرلمان.